بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. حليل أيام، حليل العيون اللي بيشوفنها، وحليل الكرعين اللي بيحومنها، خلاص الكبر برجع. بايك شنو؟ ثم ليك بخور قبال تمرق. ما شاء الله. بايك شنو اللبسه دي بتمرقني؟ كيف يا حاج؟ صلاتي على النبي. اللي بس القنجه خايله عليك. كتر خيري. السنه دي الناس حصدت وباعت، وكل زول داري عرس لها اولاده. الله يديم الفرح يا حاج. السنه دي الموسم سمح في الحيل وبركته كثيره. هيا صح. لكن يا حاجة الصنة اللي قبل العقد تعجبني بالحيل. لحظة الصنة تصن الناس دي كلها ما تسمع إلا صوتي أنا وصوت وكيل العريس ووكيل العروس. صلها على النبي. وبعدها تسمع الزغاريت والفرح. هسي تلقاهم قلقانين وكل واحد ماسك إيده في قلبه. نما ننهي العقد مع إنهم متفقين من زمان. ودعناك الله. وضحتك الله. في أمان الله.
مبارك اذا اخرت بالك يا يا محوي. ها اسمعني بصاوي تاني حسبوا لك يوم. انت ما كلمته قلت له قال لك جاي؟ كلمته لكن انت عارف براك بصاوي نص ساعه اسبوع علي يوم كامل ده كلام شنو يا جماعه؟ اوف يا لطيف اشتغل يا لطيف. مالك واقف ليه ترهنبول كده يا المبارك؟ دايرين نعرف راسنا من رجلينا. عاوز تعرف راسك من رجليك؟ بسيطة. ده راسك. وذي رجليك. تعرف في حاجة؟ اليوم ده قاطع في شنو البصل؟ كله في الدفتر يا المبارك. تجاي لها ملا كله في الدفتر. الدفتر ده عندي لفه واحده وانت عارف مواعيده، يعني لو جالي قاك ما في معنا ما في. هسه انت مش واقف قدامي؟ اي خليني اشوف الدفتر. هسه انت ما في يعني قدامي ده يكون منو؟ انا الشغل اللي علي عملته. ده صوت المبارك. ده صوت المبارك. لكن مبارك الليل هنا ما في. طيب يكون جا صوته بس. لا 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 معناها المكتب ده مسكون. معناها المكتب ده مسكون. خير الواحد يخارج يروحه بس. عن اذنك يا اخينا عن اذنك. كان في داعي؟ في داعي للتعب ده كله؟ بالراحة يا محمود، مين بتسمعك مالك؟ مالي؟ في داعي للفشتلة دي؟ ده تعب يا زعاد احنا نسيناه ونسانا. خلو فيافي وغابات وحل ومخاطر عشان شنو؟ عشان نصل لغياهب غرية عفى عليها الزمن؟ دي بلدنا يا محمود، عليك الله بالراحة وميدي بتسمع. أمك؟ أمك عشان إحنا جيت الخرطوم كان كفاية لحد هنا. أسمع يا محمود لو عاوز ترجع أرجع، لكن أنا ما بتنازل عن تحقيق حلم مرة قضت حياتها دي كلها تربيني أنا بعد ما أبوي مات. مش كفاية عليها 20 سنة؟ 20 سنة من الغربة يا محمود. 20 سنة يا سعاد بعد اللي وصلناه ده كله نرجع تاني للصفر؟ مش كفاية يا سعاد؟ كفاية يا أستاذ. فيش دغ عيني لو سمحت بس دفرة. نعم دفرة. العربية دي في حفرة ترى طلعنا من الحفرة دي كويس. قوي ما قاوي. لا أبوك لسه. كلها أيام وبجي راجع على السكينة. بس لا تتأخر يا حاج، ما تتأخر مثل المرات الفاتت. وحاتك يا غالية وحاتك ما بقطع البحر ده وخلي حلة عبد المحمود بوراك. محل خطرة سيب رواقة ونوم مرتاح، لكن كمان المرقة فيه خير الحل. وحاتك يا غالية ما بخاف من غيابي، إن حصلت حاجة بتسديها ست الناس، وإن جاء ضيف بتكرميه، وإن كمان حصلت عقدة بتحليها، وإن الدنيا بقت رايقة بتزيديها رواقة. وضعتك الله وما بتأخر يا ماما.
سيدة عبد المحمود، ظل المساكين لمامة الناس، اسمنا وعزنا، جزرنا البلاريض، تاج راسنا، ضلي وضراك لعبنا، فرحنا حزننا رقصنا رقصنا يلف الخريف وهرفة، وفي الشتاء صفقك يزور بيوتنا يطايبنا ويسالمنا. الواقفة في وجه الزمن عشاننا. إنا لله وإنا إليه راجعون. قطعوكي. قطعوكي. يا علي النبي خربانة. خربانة بناية قش. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. عز الرجال لي حدهم، سندي وضراي، وانتين تكسر الدنيا والقى حنك علي، ايدك في الزرع خضرة وفي القلع فاس، ديوانك مفتوح لكل الناس، تعقد لناس وتحل لناس، ولا لفاقدك كل الناس. إبريقك اشتهي تكيته على يدك تتوضى، ومصلايتك واشتهي خطط راسك عليها، يل ما تكيت راسك على زول، وين هداك العمر يا جبل الصبر، مشاويرك ترفع الفاتحة وقت الترح وتبشر وسط الناس، وتشاور بعفاتك توري الدرب. الله يرحمك يا عمدة. شدرة عبد المحمود اللي كانت لما كل الناس، لا صيوان ولا ديوان، قطعوها يا حال. الواجب يا اللي بتعرفوا الواجب. تسلمي. إلا زعلان.
أنا من الأكل. الله لا جاب زعل، وإن قصرنا إن شاء الله نجبر الخاطر. مالك حاجة سكينة، زعلانة في شنو؟ إلا ده خاطر ما بينجبر. أنت كنت وين وقت انقطع شجرة عبد المحمود؟ والله حاجة سكينة، وما طالباني حليفة، أنا كلمتهم، قلت لهم كان حاجة سكينة في البلد دي، زول بيقرب الشجرة دي ما في. نحن ما عندنا غير دموعنا دي. قلبنا ده تقول مال، نسمع خبر البكا؟ يبقى لنا واجب. يا أحي ليه هجمة البكا؟ زاتة بقت ما في. أنت في كده حاجة سكينة؟ ولا العرس؟ هل العرس اللي بنحضره شهر وشهرين؟ بقى فريت يوم. نحن حاجة سكينة بنصحى بين يوم ويوم، نلقى الحلة راحلة. يحلي الأيام زمان، فقد الواحد حار. الدنيا قست علينا يا حاجة سكينة، لكن نرجع نقول طالما الزول بعافيته وصحته شايلة والنفس طالع ونازل، الحمد لله. انت يا سرة ما شايفة المبارك ولا أي واحد من الرجال جاء علينا؟ كلهم شغالين في مشاريع البسطاوي، دي مواعيد جيتهم هسه بيجي صابطين. يا خواتي ده كلام ده؟ الناس تهمل الرضا وتزرع أراضي الناس التانيين. هي حاجة سكينة، الحلال دي كلها أكلموها ما بتجيب ربع الناس اللي كانوا في الحلة دي. بقينا شوية. تفضل يا أخوان تفضل. معليش يا أخي دخرنا عليكم. أي أيوة والله لأنه سمعنا خبركم قالوا جيتوا قبيل. الله يكرمك. سمعنا الخبر في البنطون. الله يبارك. تفضلوا تفضلوا. لكن والله مرقت من الصباح. من نعم. صباح الرحمن. نعم. نمرق البر الثاني وهذه جاية. تفضلوا. سلام عليكم الله جوا. لكن البلد نشف الشديد يا المبارك. اسكت ساكت يا أستاذ محمود. خلك من البلد. ومين كان يصدق ديوان العمدة المهيان يوضع؟ عليك الله كان مثبت الناس شنو غير ديوان العملة. والله والله يا أستاذ نحن في البر الثاني ويدنا فوق قريبنا. أمير زول والله لا قدر الله يتوفى زول، النسوان يردونا يا لما النجرة جاي. والله بقينا نشوفنا لما النسوان عليه طرف الحلة من بعيد نخد يدنا فوق قريبنا ونقول يا لطيف. أهنا قوم أرحكنا بنات. شنو ما بدري تونس عليك الله؟ المغرب دخل، أن نلحق يجهز لك أن اللمبات قبل الظلام يخش. لشنو؟ هنا ما في كهرباء ولا شنو؟ أنا شايفة الأشلاك دي ما وصل لبرا. والله يا بنتي تقولي شنو، هي الكهرباء في إلا مرات بتقطع، مي مضمونة. راح كان الله. يا سلام، ده الحوش الواسع اللي بيجيب طولة البال ويشرح الصدر، والأرض الحنينة والليل الرايق والسماء وتعالى السماء البلصف نجم. ما زي شقتكن يا نهلة ألا بنعرف ليها ليل ولا نهار. والله ما في شي تنكام مشحت في روحي وخليني دايرة أقطع جلدي غير شوقي ليه بابور الموي. وقتين قلت تك 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 زي دقات قلبي والله صوت الذكر. وقتين جيني من بعيد الله 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 الله. كده قوم قوم اشرب اللبن ده اكان يعودك وقفة الصباح. المبارك مالك؟ ما في حاجة. اجي كيفين ما في حاجة؟ ماني خابراك؟ قهر الرجال كعبة سورة. والله الليلة سعد غضب قلبي قال لي شيل الطورية دي وشقة براس البسطاوي إلا وكيت وشك ده قبلي لعنت إبليس. وقلت هسه المسكينة دي تقبل وين من بعدك يا المبارك؟ تسلم على المبارك. إلا شغلتن تقهر النفس دي
بلانا منا. إيه نحن شو نسوي؟ لا سافرنا مع السافروا كان السي بقينا زينا السكينة ديل، ولا طفشنا مع الطفشوا على المدن، بقينا مقيدين في مشروع السجم ده. زول طول بيعرض يبقى رغم في دفتر البسطاوي. اوف في شنو يا حنين؟ كرهتيني؟ مالك يا بنتي؟ خايفه الظلام. اعمل لك شنو؟ اللمبه اخدتها قريب لك تقولي لي الحشرات. يا ماما انت ليه يوم انكسر الشيلي الحبوبه زعلت؟ عارفه يا حنين؟ لانها كانت شجره كبيره خلاص وضلها ده كبير، ونسوان الحله ديل كلهم يجوا يقعدوا تحتها ويتونسوا، وكان في عرس في الحله، العروس والعريس وناس الحله يجوا يغنوا فيها للصباح. والله يا حنين الشجره دي مرات النسوان لما يقرب رمضان يجوا يقعدوا في الامور تحتها، وشده ما ضلها ده كبير كانوا بصلوا تحتها صلاه العيد. والشجرة دي حنين سموها شجرة عبد المحمود، عبد المحمود ده جدنا الكبير، وسموها باسمه عشان أول زول جه سكن في الحلة دي. وبعدين ما في أي موضوع. بس الواحد حضر له فيلم فيلمين ولا كورة كورتين قضى زمن. لا يا ولدي، والله انا ما اعرف الناس عايشه هنا كيف يا ولدي. والله الغريبه يا ابوي انهم طيبين شديد، طالما الحته دي قاسيه كده المفروض الناس يطلعوا قاسيين ولا حتى جبارين، لكن بعد ده كله طيبين وبالهم رايق. يا حبوبه اي شايفاك اليومين دي صغرت لك 20 سنه، وما تقولي بكذب عليك. والله يا بنتي حاسة كدي زي ريحتي دي كانت ما في ورجعت لي، ما كمان قاعدة لي فوق ريحة. ريحة مين يا حبوبة؟ يا بنتي ريحة العمدة وانا صغيرة والدنيا مغربية، اقف لك في شباك بيتنا راجياه ويجي ماشي على الجامع، واستنى لا من ضله ارمي منا الجامع على شباك بيتنا. عارفه عيب الا العيب ده كان سووه لي عبال وربطوني بيهن بقطعن ورجعوا في شباك بيتنا. وعين للعيون الحنانة يملى الفجة من شباك بيتنا للجامع، وهو ما بيقدر يعاين إلا بطرف عينه، وطرف عينه زي المنجل بيقطع قلبي ودمي إبراهو من شباك بيتنا للجامع. الله يرحمك يا حاج. ما شاء الله ما شاء الله يا حاجة سكينة، عيني باردة. السفر نفع معاك والراحة بانت عليك. أحمد الله أحمدك يا الله. كنا وين وبقينا وين؟ والله راحت في بطن بيتي وما شميت النفس الحلو إلا بعجيت البلد دي. سبحان الله، ناس يجيب شوق الليل بلد دي، وناس بتدور تمروق المغسة وقلة الحيلة. ما لي بشوفك زعلانة يا دي، وقلبك المغسة شنو الغشر؟ ما أنا ما خابراني، أنا السرة دي أحمدك يا ربي وكن من عبادك الشاكرين، راضية بقسمتك ونصيبك. إلا المبارك وباقي الرجال من جل مشروع التقول بدوروا ورسوهم، قمت الصباح اللي كانت نشيطة قلت، والمبارك يمشي المشروع صار
ويجي صاد صار تعب الرجال بيجا ياكل المشروع، تعب المية ياكل زولا واحد، والباقين يدون الفتاة. والجابرون على كده شنو؟ ما يزرع عرضنا الواسعة دي بدل فقر المشروع ده؟ غير فقر المشروع ده، الله سلط عليهم البسطار، بالله ما يسمح خبر زول إلا يوقع مشكلة بين أخوان. التقول البسطاوي ده جن، أي شيء يجيب خبره. إنت حد سكينة شجرة عبد المحمود القطاع من بر البسطاوي قال شنو؟ بدوش تعلم الناس العطاء. زولا واحد يمشي كلمته على رجال حلة عبد المحمود كلهم؟ ما لاقيله زولا يجيب قصاده؟ الله يرحمك يا حاج. أنا زعلت، نحن البلد دي تاني ما عندنا فيها أي قعاد. أمك ونفذنا لها كلامها، البلد وجينا شفناه وما في أي شيء جديد، البحر والكداحة والرملة. وبدل الجاي هذه يا سعد خير نمشي الخرطوم ناخذ لنا فيها يومين ثلاثة وبعد ذاك نسافر. ولكن يا محمود لم تلحقنا جينا، تعب السفر لأسي ما راح مننا. ضيف الشايف أنا ده حتى ابدا راحته ما هنا. عليك الله. طيب خلينا نلاقي الناس. الناس يا تنزح، الناس ما لقيناهم يا زعاد، ما كلهم بيت ولا بيتين لقيناهم عرفنا اخبارهم. عليك الله يا زعاد، الشنط دي زي ما هي ترجع. شنط شنو يا محمود اللي بتدور ترجع بيها؟ ما بالك شايف الحال يا حجه، لو كان الوضع كويس كان ممكن نفكر نقعد هنا. البلد بيفقدوها وقت كويسه ولا وقت كعب؟ ونقول للناس شنو؟ نقول لهم البلد جينا منها كعبة والحمد لله، ها؟ ولا خير نقعد مع ناسها؟ لكن يا حجة هنا ما في حاجة. والحاجة دي اللي بيعملها منه؟ كم ما انتوا قريتوا في مدارسها وتعلمتوا من خيرها، ها؟ تديكم عزها وتدوها الهوان؟ بعدين انت يا محمود قروشك دي نفعها شنو؟ ها؟ وغربتك دي حدها وين؟ يا حجة، يا حجة أنا عندي ولد وبنتين لازم امشي اعمل لهم مستقبلهم. شوف يا محمود، كتر الكلام خليه، والكلام المسيخ انا ما بيلزمني، وبلدي انا ما فايتاه، وديوان العمده ان صعب على الرجال فتحه بفتحه انا دي وبقعد فيه، والدايره كل اللي مش معاك كده كويس. في داعي لجنس الكلام ده؟ ملل وبال. انت جادي؟ ما قادر تتصالح مع كل الطبيعه الساحره دي؟ ساحره انت؟ اقول لك حاجه، انت يعني انا زمان كنت بجي هنا كنت بستمتع، لكن اول ما تقعدي هنا تزيد المده حتشعري بالملل الخرافي. انا عندي استعداد اقعد هنا اطول فتره ممكن. نشوف رحلة. الله حامد اخوي، غلبني الصبر عادي. كان غلبك الصبر دار تمشي وين يعني؟ لكن لمتين احنا مربوطين في مشروع البسطاوي ده، باقي لك دايرين نارس والله ماشيين يرقونا. مياه ماهيتنا الواقفه في محلها دي، الماهيه مع انها قليله يا المبارك لكن مضمونه، في ناس كثيره بتتمنى مكاننا ده. ده ما كلامك، ده كلام البسطاوي وانا بقيت ما بصدقه. باقي لك ناس ساكنه ديل جايين يقعدوا طوالي؟ قاعدين ولا راجعين؟ همك بيهم شنو؟ ان بيقوا مارقين يمرقونا معاهم، وان قاعدين انت عارف بيت العمده بيت واجب، يساعدونا نعدل حالنا الماي، يدونا ان شاء الله حق بابور نزرع عرضنا. ارشيل في الدور تزرعها يا المبارك. المبارك انا ما سالتك يا حامد، انا بذل في زول الراس فاضي ده وعامل فيها فاهم. انت قايل طورتك وزراعتك دي قاعد تجيب قروش؟ هنا في سماد، اداره، تخطيط، ما ساكت. ولا داير تزرع جلجير وترجع بيه والسوق؟ عشان يجيب لك كم؟ ما تتكلم
خلاص بكمتها؟ ما تحمد الله على القروش اللي قاعد تجيك دي، كان المشروع ده نجح ولا فشل؟ بس المشروع ما قاعد يخسر، ماشي كبير ونحن في حالنا. حالنا؟ خلاص المشروع دار تنجحوا؟ ولا قال روحك انت اللي بتنجح المشروع؟ قال روحه هو اللي بنجح المشروع. انت مجرد ترس، ترس صغير في مكنه طويله وكبيره. شوف شغلك. شوفوا شغلكم، اشتغلوا يلا يلا يلا، دار شغل، دار انتاج، انا دار شغل، اشتغلوا لي، اشتغلوا اخوانا. انت اهو هناك يا زول، اشتغل زينا. صحيح والله، زول قلبك ابيض وزول شغل وزول زراعه، وده كله انا قاعد اكتب في التقارير. بس المبارك ده كلامي بقى كثير شويه يا اخوان. احنا المشروع ده عاملين لمنو؟ المشروع ده يا اخوان عاملين لكم انتوا، ديل رزق اليوم باليوم مالو؟ في زول يا اخواننا ضامن عيش لبكره؟ فلنفرض مثلا دارين تعمل مشروع، نفرض حتاكل من وين لغايه ما المشروع ده يقوم؟ وحتضمن من وين نجاحه؟ صاحته مزارعين لكن ما تجار. اوعى تفتكروا ان انا ما بعرف انجليزي. نو 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 نو، انا مستعد اجيب عماله اجنبيه بنص قروشكم دي، لكن انتوا اولاد البلد احق بالمشروع ده. شكرا يا حامد على الاجتماع ده وعلى التشاور. وده يا اخواننا ديدنا في العمل، الاخذ والعطاء. يلا يا حامد سوق اخوانك ديل، وبشر الجماعه التانيين بالاجتماع ده وبما تمخض عنه، وشكرا لكم. سوق اخوانك ديل وامشوا. ما تفضل امشي. ما كملت ليك وقت قال لي ان احنا جايين هنا جايبين المشروع ده عشان اولاد حلة عبد المحمود يشتغلوا فيه، ابنائكم حيكونوا كسبانين ونحن نكسب برضه. قلت له اسمع هوي، اسمع فتح عينك يا منحوس انت. رجب قلبه رجب جد كيف، وطير عيونه زي ما كان. وقفته عند حده. اقوم اسوي لك كوبايه شاي. البلد اللي كانت عامرة،
صمت سكنت وهانت. كنت بجيك عم تنعت منها الدنيا باطن وظاهر، كنت بجيك إلا العمر لي حده، أي العمر لي حده. وما شفت عمدة الناس اللي كانت راسها فوق ونظرتها للسماء، راسها بقت تحت وعينها للتراب، مشان تزرع أي مشان تزرع إلا بجان. مكسورة عمدة الناس، مكسورة عمدة ونظرتها بقت في التراب، أي في التراب في التراب. الناس كلامه كتير، خلاص بيت العمدة فتحوا ربيتوا الريش، بقيتوا بلا خجلة تخطوا عينكم في عيني. أداري يفوت اللي يفوت، بس اللي يسدد دينه ويغور في 60. ولازم تعرفوا حاجة، اللي بيفوت بيفقد كل حاجة، زراعة وسكن وكله مقيد، والدايرنا حبابه وهيشتغل بالاجر اللي بحدده انا ده، لا حوافز لا بدلات، والما بينا هنلف بالقدره. يلا يلا على شغلكم، يلا 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 يلا، امشي هناك امشي على شغلك يا زول. يلا يا اخوي يلا يلا. سعاد، انا اذا عودت اوزن الامور هنا، العواطف ما عندها أي مكان في حتة زي دي، في الأمور زي دي. سعاد، دي بلد ديت في كل حتة حمار ميت، في كل مكان جيفة نافقة. سعاد، احنا ما عندنا وقعات هنا، ما عندنا وقعات هنا يا سعاد. يعني أنا عشان بردي أمي أكون عاطفية وما بعرف أوزن الأمور؟ لا لا لا, لا, لا أنا ما قصدي يا سعاد، بس يا سعاد أمك مرة كبيرة وعيانة، ولو الله لا قدر حصل لها اي حاجه عشان نوصل لاقرب مستشفى، اقرب مستشفى على بعد ساعتين، ده لو لقيت عربيه يا سعاد. سعاد، الله يرضى عليك، فكري في كلامي ده، انا خايف عليك وعليها وعلى اولادنا. انا مقتنع اللي بيقنعها هشام. حاولي حاولي معاه. انا بحاول، لكن ما في شيء بتم دون رضاها. والله يا المبارك، راسي جايب بالحيل، ما قادر افرز الصح من الغلط. كنت ارجع عليه كلامك، البلد تضيق علي وما اقدر اتنفس. الا كنت ارجع عليه كلام حاجة سكينة، اشوف البلد واسعة ترجعني كلامك واقول اركن هجنة من البلد دي. الا كلام حاجة سكينة فوق راسي، اقول الحمد لله ما فتنا البلد ولا شبر. انت كان راسك ما بيفرز الغلط من الصح، عينك ما بتشوف، ما شايفة حالهم كيف نورة وروقة بال. النورة في إلا راحة البال، إعلان بقى الله.
يا امي مالك انا هلا في شنو حبوبة ما لاقيها يا بنت قطعتي قلبي تلقيها قاعده في حتى كذا فتشيها يا امي ما في قلت لك فتشت البيت كله بس نعمل شنو ابوك واخوك سافروا والحله زي الوقت ده ما في اي راجل كدنا البس ثوبين اجي نفتشها دقيقه أولاد عبد المحمود قلت عشان ما أندم أرجعكم في آخر حتة في البلد تدوا فيها البلد ظهركم فيش أنا أقول في ذمتي أنت محمود القروش عندك وأنتوا ضرعاتكم خضرة ليش بتدوا البلد أكبرتكم وعلمتكم بتدوها ظهركم ليش بتهملوها؟ اليدو في الموية ما زي اليدو في النار يا حاجة كتر خيرك يا حاجة وما بخاطرنا ندي البلد قفانا لكن الظروف غلابة انت ارجعي مكان كنت بترتاح والنهر السعدينة امرقينا معاك ما بقيتوا بالرجال التخلي حلة أولاد عبد المحمود تعيش خلوها للرملة التدفينة إلا تذكروا جيبوا معاكم شاهدين واحد خطوه في أولها والتاني في آخرها وخلوها تموت بذرة في غير أرضك زي اللي بتدي الغريب جناك طيب مالو إذا كان الغريب ده بأكله كويس وبشرب كويس المشكلة وين؟ أولاد عبد المحمود عبد المحمود ما ركع إلا في الصلاة وما دمد الراس إلا والتنير من البذرة في الواقع دحين إنتوا سجدوا الأرض بعرقكم لا تخلوا الناس تأكل عرقكم بلا قرب بلا عرق معك في زل بيأكل عرق زول ولا عاوز تأكلهم الوهم شدرت عبد المحمود ما شدرت سهلة دي شدر ديوان والديوان ليه لمة الناس والناس لمة الرحمة كله في الدفتر لمة الناس محسوبة بنظام دقيق ومحسوب ما هملة نظام مرتب ومضمون أولاد عبد المحمود أولاد عبد المحمود الشراب من تحت يدينا الرجال عطش دحين يضل فوق يد الجماعة هذه يدي مدوا يديكم مدوا يديكم خش رجل أجمل مكان في الكون تعال